السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيراكم لاباس عليكم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا كاملين على خير. توحشتكم شحال هادي ما نزلت فيديو جمعت معكم فيه وهضرت معكم فيه، كدرتوا لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير. اول حاجه غادي نبداو بها، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. لا اله الا الله محمد رسول الله. مرحبا ألف مرحبا متابعين قناة خليك مع الأمياء. الله يسهل عليكم في هذا النهار، الله يعطيكم من ويتو في خاطركم، والله يرحم جميع موتى المسلمين، والله يفاجئها على كل مسجون، والله يشافي كل من هو مريض، والله ينقي عظامكم عظام والديكم من المرض. الله يسهل عليكم في هذا النهار ديال اليوم. توحشتكم وتوحشتكم بزاف بزاف، وشكرا على التعاليق ديالكم الزوينين اللي كتخليو في حقي، وشكرا على اللايكات ديالكم، على التعليق ديالكم، على المشاهده. انا كنغبر عليكم، وملي كنتوحشكم انا دائما كنتوحشكم، ولكن ملي كنتوحشكم بزاف بزاف كنزل لكم بهاد الدعوات. يا ربي يا سيدي ربي تقبلهم وتسمعهم مني. كنزل لكم بهاد الدعوات، وكنشكركم على التعاليق الزوينين وعلى اللايكات ديالكم وعلى المشاهده ديالكم. والحمد لله الناس اللي تزادوا في القناه، كنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم خليك مع الأمياء. جيت اليوم نقول لكم صباح الخير، والله يجعل ديما صباحكم منور بالرزق والتيسير والخير، ويا ربي يا سيدي ربي ترزق، الله يعطي لكل واحد من هو في خاطره في هذا الصباح. انا جيت اليوم في هذا الفيديو باش غادي نشارك معكم فطوري اللي كنفطر به، وغادي نشارك معكم مائده غوتي حضرتها وعندي الضياف، وحضرت مائده غوتي. المهم غادي نشاركها معكم حتى هي ان شاء الله. ومرحبا بكم وشكرا على المشاهده، وما تنسونيش حتى في هذا الفيديو بغيتو يوصل اكبر عدد من اللايكات والتعاليق. مهم انا فطرت هنايا، ومن بعد غادي نوض باش غادي نكمل الروتين ديالي اليومي في تحضير هاد الطبيله ديال الكوتي. مهم خليكم ان شاء الله متابعين هاد الفيديو حتى الاخير، غادي تلقاو الطبيله ديال الكوتي اللي حطيت. نتمنى يا ربي تكونوا دائما بخير وعلى خير، وغادي نقول لكم سلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. واللهم اديمها نعمه ولا تحرمها من الزوال يا ربي يا سيدي يا ربي. غادي نخليكم تستمتعوا بهذا الفيديو، نقول لكم صباحكم مبروك، وغادي نضرب لكم موعد الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.